مشاهدين قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من احد الاسواق الشعبية المغربية بمدينة الدار البيضاء. احنا بالضبط كنتواجدوا بسوق معيزي بمنطقة المدينة القديمة باش نقربكم من الاثمنة ديال الخضر هذا الصباح يوم الاحد من رمضان. نتمنوا انكم تكونوا دوسوا هاد 13 يوم الاولى ديال رمضان مزيانة بطاقة ايجابية. القبطة العشاق البسباس اللي مفيد بزاف واللي فيه بزاف ديال الفيتامينات ومفيد حتى الناس اللي عندهم بعض الامراض، فهو مفيد بزاف للصحه ديالنا. شحال البسباس اسيدي؟ 6 دراهم البسباس. بالنسبه للبابا كنستهلكوها وبشكل كبير في شهر رمضان الكريم. شحال الباربه اسيدي؟ 5 دراهم الكيلو. تزادت درهم من بعد ما كانت الباربه. بالنسبه للدنجال اللي حتى هو فيه منافع عديده لصحه الانسان، شحال اسيدي الدنجال؟ 5 دراهم، يعني الثمن ديالو 5 دراهم. البروكولي كذلك اللي فيه فيتامينات عديده ومفيد بزاف بزاف، خصوصا الناس اللي كياكلوا اللي كيديروا الريجيم وكياكلوا اكل صحي، فالبروكولي ضروري. شحال البروكولي اسيدي؟ 10 دراهم، يعني كنشوفوا هو كيكون الثمن ديالو شويه طالع. نمشيو المحبوبه ديال المغاربه الفلفله اللي كنستهلكوها وبشكل اللي كبير وكبير بزاف 13 درهم. لا بالنسبه للانواع الاخرين لا الحمراء لا الخضراء، فالثمن ديالهم كاملين داير 13. سلام على المصريين. فكما كتشوفوا معنا مشاهدينا فالفلفله بالانواع ديالها ب 13 درهم، خصوصا ان احنا كنستهلكوها وبشكل كبير في شهر رمضان الكريم، كنبغيو نديروها في البيتزا وفي الاطباق ديالنا. بالنسبه للخيزو، شحال الثمن ديال الخيزو سيدي؟ 4 دراهم الثمن ديال خيزو هذا النهار. الخيار كذلك اللي كنستهلكوه بشكل كبير في شهر رمضان الكريم، الخيار سيدي شحال داير؟ 7 دراهم الخيار صباح داير هذا الصباح. البصلة دايره 5 دراهم، يعني باقا في الثمن ديالها. نمشيو للقوق. بالنسبه للقوق اسيدي شحال الثمن ديالو؟ القوق 7 دراهم. بطاطا حلوه، بطاطا حلوه حتى هي دايره الثمن ديالها 7 دراهم. وبالنسبه للبطاطا 4 دراهم. يعني كما كتشوفوا معنا هادو هما الاثمنه ديال الخضر هاد الصباح، يعني كما كنشوفوا الاثمنه غاده في تصاعد والناس كيجيو انهم كيتقداو التقديه ديالهم ديال النهار. فنجيو نشوفوا السلاوي. السلاوي هو من الحوايج اللي كنستهلكوهم بزاف في شهر رمضان في الطويجنات ديالنا الى اخره. الثمن ديال السلاوي اسيدي 15 درهم، يعني طالع الثمن ديال السلاوي. شحال كان قبل رمضان؟ 17 دابا نقص، يعني السلاوي نقص في شهر رمضان. القرعه شحال دايره سيدي؟ 8 دراهم. 8 دراهم الصراحه حتى هي الثمن ديالها طالع الصراحه. كما كنشوفوا الخص 2 دراهم، كما سمعتوا معنا ان الخص من الحوايج اللي كنستهلكوهم بزاف وبكثره في شهر رمضان الكريم. والصراحه الفلفله هي اكثر حاجه عليها الاقبال، يعني الناس كيجيو انهم كيتقداوها. البصله كذلك الثمن ديالها تزاد، كانت 4 دراهم 3 دراهم، فالثمن ديالها دابا ولا 5 دراهم. يعني فكنشوفوا في رمضان كيكون هذاك الارتفاع ديال الاثمنه خصوصا في الفواكه الرسميه الموسميه. اللوبيا من الحوايج اللي كنستهلكوهم حتى هما في شهر رمضان الكريم في الصالات ديالنا، كنقدروا ان احنا نبخروها مع الخضره. فنشوفوا شحال الثمن ديالها. شحال الثمن ديال اللوبيا سيدي؟ يعني حتى اللوبيا الثمن ديالها 15. شحال كانت قبل رمضان؟ كانت في 13، يعني تزادت مع رمضان. يعني حتى اللوبيا كما سمعتوا انها تزادت. غنمشيو دابا للحاجه اللي كلنا ضروري ان احنا ما يمكنش ان احنا ندوزو رمضان بلا ما نديرو في العصير ديالنا، هو الحامض. شحال الحامض اسيدي؟
9 ديال الدراهم يعني كما كتشوفوا معنا فالحامض داير 9 دراهم. وهي السيده عليه شحال من الحوايج اللي كنستعمل اللي كنستهلكوهم بزاف بزاف يعني كي خصوصا ان كنعرفوا ان الحامض من الحوايج اللي كيحيدوا العطاش كيروا لنا العطاش ديالنا وكنقدروا ان احنا نستعملوه في العصير في اي حاجه نقدروا نديروهم حتى في لي طخت يعني من الحوايج اللي كيتمشاو بزاف بزاف وبشكل كبير في رمضان اللي هو لا الخيار لا خيزو كنقدروا نديروهم في العصير نقدروا يكونوا عندهم عده استعمالات بحال مثلا خيزو. شحال كنت قلتي لي خيزو سيدي؟ 4 دراهم. يعني كنشوفوا باللي خيزو الثمن ديالو 4 دراهم لا ولا الخيار تا هو 4 دراهم 7 دراهم الخيار طالع الخيار يعني كما شفتوا معنا راه الخيار طالع الثمن ديالو 7 دراهم حيت علاش حيت كنستهلكوه بزاف بزاف حيت هما من الحوايج اللي مفيدين للصحه اللي كيكونوا هيلثي كياكلوا اكل صحي فهما اغلبيه في الفطور ديالهم كيبغيو انهم يديروا خضيره اللي تكون دي سلطات اللي ما يكونوش انهم مدنين هكا باش كيحافظوا على اللياقه ديال لو كور ديالهم هما ما كيكونوش فيهم الدهنيات خصوصا الدراري اللي كيتريني ومتبعين لاصال فكيبغيو انهم يديروا كيبغيو انهم ياكلوا اكل صحي مثلا انهم يسلقوا خضيره مع شويه الرز يعني ومفيد وعلى ذاك الرياضه ففي رمضان مفيده بزاف بزاف الرياضه للجسم الانسان خصوصا ان الجسم كيكون من السموم اللي فيه فممارسة الرياضة حاجة اللي زوينة زوينة بزاف. دابا غنمشيو لعند محبوبة الجماهير مطيشة يا مطيشة مطيشة اللي الثمن ديالها ارتفع في شهر في شهر رمضان وبدا كيرتفع تدريجيا. شحال مطيشة سيدي؟ يعني كنشوفوا باللي مطيشة الثمن ديالها هو 7 ديال الدراهم يعني الثمن ديال مطيشة وصل ل 4 دراهم. شحال كان الثمن ديالو قبل؟ كان الثمن ديالو 140 120 يعني الثمن ديالو كان ما بين 140 حتى 120 دابا كتشوفوا معنا باللي الثمن ديالها ولا 9 دراهم. طوماط سيريز من الحوايج اللي كنستهلكوها وبشكل كبير وكبير بزاف في شهر رمضان لا في لي صالات ديالنا لا في نقطعوها ونحطوها في طبق فهي مفيده بزاف حنا عارفين الفوائد ديال الطماطم والطماطم كذلك بكثره ما كنستهلكوها ماشي جوده الجوده ديالها 212 درهم 12 درهم هذه اللي جبتها هذه ديال الدراوش هذه ديال الدراوش شحال الثمن ديالها 7 دراهم يعني غير العاديه دايره 7 دراهم هذه هذه هيا صور انا مراه شوفوها هما يعني ماشي جوده صحيح غتجي 12 درهم 12 درهم 5000 يعني... ريال الصندوق يعني للاسف هذه 15000 فرانك 3000 ريال الصندوق 3000 ريال غير الصندوق الصندوق واخرى المليحه دايره 5000 5200 يعني هادشي كيضر كانت نقصات مطيشه في الاول ديال رمضان دابا عرفتي عرفتي طلعت بواحد الشكل اللي صاروخ ما يمكنش والجوده ما كايناش يعني الجوده حتى لدابا ما كايناش يعني نتمنوا ان الثمن ديالها يرجع يهبط خصوصا مع شهر رمضان مع شهر رمضان الكريم ان احنا كنستهلكوا مطيشه بشكل كبير وكبير بزاف. فالى هنا مشاهدينا وصلنا نهايه هذا البث المباشر نعاودوا نتلاقاو معكم بث مباشر جديد الى اللقاء.